مصادقة أهل الإيمان اتخاذ الأصدقاء الصالحين الذين يقربوننا من الله سبحانه، لا نتخذ أصدقاء يصرفوننا عن ديننا، لا نتخذ أصدقاء يصرفوننا عن ديننا، بل الصديق الذي يقربني من الله أثبته في حافظتي، في ذاكرتي، في هاتفي، إذ هو يذكرني بالله. الصديق الذي يباعدني عن الله سبحانه وتعالى ولا يجدي معه النصح والتذكير أبتعد عنه وأفارقه.